طبعا حبايبي قبل لا اكمل الفيديو جايتكم بجهاز ليزر كل النساء تحتاجه، كل النساء تستخدمه. طبعا انا ما اسوي اعلان اذا شيء ما مجرب وموثوق به. طبعا هذا الجهاز تقريبا صار له عندي 12 اسبوع وانا مستمره عليه، راح نحكي شويه عنه واتمنى تستفادوا من هذا الشيء. طبعا هذا الجهاز اسمه سكينام، عباره عن ليزر لازاله الشعر. هنا عندنا هذه القطعه، طبعا مثل ما قاعد تشوفون هاي القطعه، وهنا انا مالته الوصله، هاي الوصله مالته، وهنا ايضا يجي هنا الدفتر اللي تسجلين به المعلومات، وهنا تجي ويا مناظر، وهنا هاي الشفره. طبعا اول ما تبدين به ثلاث درجات، تبدين بالدرجه الاولى والثانيه والثالثه للمناطق الحساسه وايضا الوجه وكالرجلين والايدين، هاي تستخدمين الخمسه. وطبعا لا تعرضين جسمك للحراره بعد الليزر. طبعا هذا الجهاز اللي بايدي، طبعا سعره جدا جدا مناسب وراح يرضي الجميع، والجميع راح يقدر يشتري ويستخدمه. فارجع اقول لكم بنات استخدموه، والمعلومات كلها راح تلقوها جوا بصندوق الوصف. وحاليا راح نلبس المناظر نستخدمها سوية للجهاز. طبعا هذا الجهاز عندي هنا طقه اولى ثانيه ثالثه رابعه وخامسه، هو يجي يصير تلقائي ويجي عادي. باع شلون تكبسون كبسه، طبعا تكونون حالقين ايديكم. طبعا انا بصراحه ما مسوي ايدي لانه انا عندي شعر كلش خفيف، فلذلك دا يطق وياي. وهو 12 جلسه بس لازم تستمرون عليه بصراحه، مو بس هذا الجهاز، اي جهاز ليزر لازم تكونوا مستمرين عليه على مود تشوفون النتائج مالتكم. ولهنا انا راح اقول لكم حبايبي تقدرون تتواصلون وتوصلون هذا الجهاز، ونصيحه كبنيه اني ولاي بنوته تقدر تشتري هذا الجهاز وسعره كلش مناسب، وان شاء الله تستفادون من هذا. اوف يا بي، شنو الاخبار هيفاء؟ شنو اللي صار؟ طبعا سبحان الله، كوكي اليوم اول مره اشوفه بهاي الحاله، والحمد لله وشكرت الله حقنا له، يعني غادي نشمر من الحراره. وصلت 39 وصلت 39.7، يعني كلش خطر كان. وشنو ويا التحميلات مال منزل حراره؟ يلا صارت 38 ونص. لا 0.7 وكلش حار، وفحصول وسووا له يعني فحصوا بلائمه عنده التهاب، عنده التهاب باذنه كلش حار كلش حمر واذو. ان انا هسه حاطيه على هسه الجهاز هذا الواير تمام حتى يتاكدون من عنده، لان هسه احنا بالطوارئ. طبعا طوارئ احنا من البارحه لليوم بس يبكي، اول مره نشوفها هيك والله، اول مره يعني. حبيبي كوكي يا قلب بعد وجه يا قلبي يا انت يا حبيبي، بس هيك ما ينام صدى علي وبس يبكي وما اعرف شو اسوي. والله العظيم تحسون الالم يعني بينا، تحسون لان الطفل تحسه يريد. اوف يا حبيبي يا قلبي يا عمري يا عمري يا عمري بعد وجه يا انت تعبانه حبيبي، بعد عيون هنا صار نفسجي يا عمر يا حبيب قلبي. مين ولا بيك قلبي ما يفهم. ان شاء الله ادعوا لنا يا بلي تشوفونا ان شاء الله هاي الازمه تمر عليه زين. كلش انزعجت، لا كلش تدينا والله، يعني ما احكي لكم من البارح اليوم ماكو نوم البيت كله قلبي. احنا انا مهتمين ابدا. اي والله البيت كله انذار صاير من ورا كوكي. بحيث هو ما يصيح خطيه فقير حباب يصيح، بس من يريد مما حفاظة. أما البارحة كان كلش كلش حبيبي. طبعا طنا تحامين وجابوا لنا حليب تحميل الطينة حبيبي، وخنطي حليب إذا شرب إن شاء الله يشرب حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا عمري يلا يا أمي صوت عليه. طبعا نبي حمى شعر ميمي، أيوة. ما يقبل يشرب يعني بالقوه يشرب بالقوه. هاي هم انطوني اياها قالوا لي لازم يشرب هاي ذنيتيناتهم، بس احاول اخليه يشربهم. هو بس يشرب شوي يتحسن وضعه، وهسه خلينا على التحاميل الثانيه حطينا له. وين هاي التحاميل؟ هاي وحطينا له قطره، انطوني قطره مال خشم، اجوا حطوا له. ان شاء الله يا رب اشوف، ان شاء الله تنزل الحراره مالته. ورا هاي التحميله حنشوف، اذا نزلت الحراره مالته راح يطلعوني، واذا ما نزلت راح ابقى بالمستشفى. وان شاء الله يا ربي ما نبقى بالمستشفى نطلع للبيت، وان شاء الله يا ربي اجر عافيه وما يشوفون اي شرب جهالكم. انا بصراحه هسه حسيت بهاي المعاناه، اول مره عندي كوكي يصير هيك، وكان كلش الوضع يعني يقهر.
مصيبة هيفاء ما تتحمل يعني هالوضع يعني بصراحة. أبد ما أتحمل. إيه يعني بعدها ما متعلم على هاي شو سوالف لما يشوفها يبكي الدور وهو يعني ما تقدر شو تسوي ما تعرف. هاي تبقى يعني هو يبكي وأنا يبكي بس يقول لي اطلعي برا هيفاء اطلعي برا هيفاء بس أنا ما أقدر أسيطر على مشاعري. هذا الشيء كل أم حسين. أكيد هاي. أنا إذا أبكي على أطفال العالم راح أبكي على طفلي. صحيح. هذا هاي من عندي جوا غريزة ما أقدر. هاي بدأ البكي وهالك أنا أقولها لا تبكين قبالة. زين والله العظيم هاي فانتي تعجبيني لازم تحمليني يا حبيبي هاي هاي المواقف لازم تسوي شباب الحمد لله شباب الأولى نطي الثانية نطي الثانية نطي الثانية يلا 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 نطي الثانية يا قلبي يلا ان شاء الله ما تشوفون اولادكم اي مرض ان شاء الله لان صراحة بس الاهل يحسون بهذا الشيء الاهل الام الاب يعني تاذون اكثر من الطفل نفسه حط لفت شيء هنا ما اعرف شنو هاي يكويسون ذاك الجهاز شغال عليه يعني زين فقاعد اشوفه يا حبيبي يا قلبي يا يا وليد الجميل حبيبي انت والله كوكي من اول ما اجى والله عيني باردة عني ماكو مثله مستحيل اكو طفل مثله بينا ولا بيك كبدي والله يخب والله انا كلش احب انا احبك ماماتي ايش قاعد تسوي فا؟ ايش قاعد تسوي؟ شال هاي من رجله بلا حد يجي الحمد لله وشكرا هسه بعد بعد التحاميل شويه يعني صحصح شويه صحصح بعد التحاميل طهيه زين بدي احاول احط له اياها هسه اذا وضع استقرار حيظلون على التحاميل تمام وروح للبيت يعني وباكر يوديه الطبيب بصراحه بصراحه دخلت المستشفى انا ما احبها هي الدخله كلها مو حلوه اي بطوطه رجعت للحياه رجعت للحياه بطوطه مالتنا بس ما دبي على حراره اي بس شنو لازم هسه يطلع بوجهنا للطبيب يمكن طبيب العائله اوكي حتى نلحق نشوف الطبيب العائله الخاص بي الطبيب الاطفال قصدي وحطونا شو اسمه تحاميل كتلة ساعات لان تحاميل شنو هاي الحركة حبيبي حركات غريبة عجيبة حركات بلكات أدي في ديتي وليداتي يا قلبي يا قلبي انت ليش انت شنو تملضين انت ما تملضين لازم يا ربي والله العظيم الله ليش هو في احد هذا الشيء والله شيء وجه اي والله اي والله والحمد لله والشكر طلعنا بخير وسلامة طبعا طلعنا وهنا التقرير بايدي بس احنا لازم هسه نروح طبيب العائله اللي هو المختص بي يعني طبيب الاطفال لانه احنا كنا هنا بالطوارئ بسبب انه حالته كلش قويه فخابرناهم كانوا معزين فاضطرينا نجي هنا ليش لان درجه الحراره مالته كانت كلش عاليه فالحمد لله والشكر هسه نزلت درجه الحراره الحمد لله ادي فديت العيون حلوات يا امي فهسه راح نكمل سويه وارجع واقول لكم يا ربي ما تشوفون اي شر باطفالكم ها حسين صار بيكم ذبح اليوم انا المستشفى مو بعيد علينا ايوه يعني المستشفى بعد 5 دقائق والحمد لله الوضع كله بسهوله يعني طبينا بسرعه الحمد لله والحمد لله يلا خلينا نطلع ونروح الدكتور الثاني يا عمري سلامتك يا عمري بيا ولا بيك يا عمري ادي في ديت العيون حلوات والحواجب اني احنا وين احنا ثاني يوم الصبح يا من الدكتور بعد شو قاعد كوكي البحر الحين الدكتور اوكي قدرنا الماء اليوم وكانت وضع كلش خطير البحر وصلت درجة حرارته 39 ونص يعني تخيلوا يعني طخ ال 40 يعني يوم سودا علي نوني حبيبي يعني تلاحقيله و تحاميل يعني نقول عني اني ام ناجحة نعم انتي ام ناجحة اني ام لعبالكم وهسه الحمد لله شكر عندنا اليوم من الموعد الدكتور خلينا نشوف شنو وضعه شنو ياخذ دواء ما ياخذ لان هواي صار عنده ادويه اي خطيه صارفته يعني ابدا واذنه همينا الصبح اشوف شوي حسين ان انا مطقه جراها عندي من الصبح هي اذنه هي التعب